الخريطة دي مش اوريجينال، الخريطة دي انا اللي عاملها، بترك الكمبيوتر. الجيم المفروض يبقى جيم سريع جدا، مش فارقة معانا الكريدت قوي، مش فارقة معانا الجيم سبيد. خلينا ناخد شوية كريدت. اوكي، ده منظر هارد اي اي طبعا، كله روسيا، كلهم تيم بي. انا تيم اي، بروتال سوبر ويبن. يلا بينا. احنا هنتدرب قبل ما نبني البيز اصلا. احنا نضرب من فوق، نضرب من فوق، نضرب من فوق. يعني ايه نضرب؟ انا مش فاهم يعني ايه نضرب اصلا. This is what we got. Our base is under attack. Unit lost. هو لو انت بتعرف تلعب اللعبة بتلعب لوحدها، انت مش محتاج اي حاجة تانية في الدنيا. بس هو سوبر ويبن طبعا، فاحنا محتاجين نخلص على الجيوش قد ما نقدر بسرعة. لوبو ازاي يا رب؟ Construction complete. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. New construction options. Okay. Unit lost. Building. Player defeated. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Repairing. Affirmative, sir. There's some sensors. Unit lost. Unit lost. Our base is under attack. Low power. Building. New construction options. Unit lost. Player defeated. Unit lost. Okay. Unit lost. Unit lost. Construction complete. طبعا انت لو ضربت في الاي اي اي حاجه منتجه بالنسبه للجيوش دي، الجيوش دي بتنسحب. يعني هو ما عندوش حاجه يلعبها، ما عندوش موفز. يعني خلينا نطلع البوابه. انا مش عارف ليه بابني افتح الخريطه فين، ان اوريدي الخريطه مفتوحه يعني. بس اتس اوكي. ده راجل ايرون كارتن. مين اللي بنى ايرون كارتن؟ مين اللي جاله على البيت بعد كده؟ حرام. طب انت بتتكلم، انت داخل الجيم معاك بريزمز، بريزم تانكس اليت، يعني انت مستني ايه تاني من الجيم؟ الماب ديزاين ده نهايتها كل طموحاتك في اللعبة، خليك متضربش ابدا. بس معانا شوية جيش اليتس حلوين. الموديل بقى ان احنا معانا مهندسين بيطلعوا اليتس. بس كده اتلين 957، بنينا 8 قطع.